أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات. وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة ام بي سي 2 على القمر الصناعي نايل سات 2023، وهي قناة متخصصة في عرض كافة البرامج والأفلام الأجنبية بشكل مجاني، تبث محتواها على مدار 24 ساعة بدون توقف، وذلك في عرض مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية والمسلسلات الأجنبية المترجمة للعربية. فهي تعرض الكوميدي والأكشن والرومانسي والعديد من الفقرات المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية المختلفة. تردد قناة ام بي سي 2 على القمر الصناعي نايل سات 2023. القمر الصناعي نايل سات، التردد 11277، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3، الجودة اس دي. اذا القمر الصناعي نايل سات، التردد 11277، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3، الجودة اس دي. اسم القناة لقائمة القنوات ام بي سي 2. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي 2 على القمر الصناعي نايل سات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.